So, نحن الهدف من هيدي المقابلة انه نعرف الابديتس سريعا ملخص سريع عن شو عم نعمل ببيروت مدينتي لحتى العالم كلها يكون عندها هالابديتس وتعرف وين رايحين وين نحن وين رايحين. اوكي سو اندريا اذا بتحب نبلش معك. شكرا ريبال على الاستضافة. اهلا وسهلا. وبدي حيي كمان زميلاتي ناهدة وعبير. أهم شيء حابب أقوله إنه بيروت مدينتي فعلي وموجودة على الأرض وعم تشتغل بثلاث اتجاهات استراتيجية. الاتجاه الأول هو ضمن مجموعة عمل اسمها بلدية البديل اللي هدفها مراقبة عمل مجلس بلدية بيروت ومراقبة المدينة ورصد كل الحاجات المحلية اللي ناس هي عم بتعيشها وتعانيها بحياتها اليومية. بلدية البديل كمان بتشتغل ضمن قطاعات محددة، يعني في قطاع في مجموعة عمل كمان فرعية بتشتغل على موضوع التنقل، في مجموعة عمل عم تشتغل فقط على موضوع الحوكمة والقدرة المؤسساتية لبلدية بيروت قد ايه هي فعالة، قد ايه هي شفافة بشغلها، قد ايه هي تشاركية بعملها. وفي مجموعة عمل متعلقة بشط المدينة، موضوع الملف الساخن اللي هو موضوع الدالية ومواضيع مشابهة. فكل هيدي القطاعات يلي هي بالنهاية بتتمحور حول الفرد، حول المواطن اللي هو بده سكن، بده يتنقل، بده يروح يشتغل، بده فرص عمل، بده خدمات عامة. كل قطاع، كل خدمة بتتناولها مجموعة عمل متخصصة تحت راية بلدية البديل. والاتجاه الاستراتيجي الثاني هو بتتولي لجنة الأحياء يلي رح تحكينا عنه ناهدة. ناهدة خليل، أنا أركيتكت، لاندسكيب أركيتكت كونسلتنت، وأنا بارت تايم لكتشرر لاندسكيب ديزاين أند إيكو مانجمنت بالأيو بي، وناشطة كتير، ناشطة من حملة الدالية، حملة الحفاظ على دالية الروشة، وكمان عضو فرد من أفراد بيروت مدينتي. وأنا حاليا من الهيئة المنتخبة للعمل على شؤون الأحياء يلي هي تاني استراتيجي اتجاه استراتيجي صوتت عليه الجمعية العامة لبيروت مدينتي. غير بلدية لعب دور بلدية البديل في العمل على شؤون الأحياء. أنا ونحن خمس أعضاء بالهيئة منتخبين، أنا وهلأ عبير صديقتنا عبير كمان. ونحن هلأ عاملين عملنا خطة عامة شاملة وصوتت عليها الجمعية العمومية، وهلأ عم نطبقها وهلأ عم نطورها وعم نعمل خطة عمل مفصلة لسنة في بقلبها. عمل مجموعتين عمل على بايلوت بروجكت على حيين نموذجيين لخلال 6 أشهر عملنا فيهم خطة مفصلة مع أهداف ذكية مع تارجت مع كل شيء، وبلشنا وبشرنا وصلنا على الأرض. صرنا 3 أشهر فينا نعرف شوي عن هالخطة؟ أكيد. هلأ الأهداف الاستراتيجية من العمل على شؤون الأحياء هي أنه نتعرق، هو إشراك، هو تفعيل المجتمع المحلي وإشراكه بتحديد قضاياه ومشاكله وبالأولويات وطرح حلول مثل ما هن بيشوفوها، ويتعودوا يبلشوا يشاركوا كيف يرفعوها للجهات المعنية، إن كان على صعيد محلي لبلدية بيروت ولا إن كان على صعيد وطني للوزارات أو للإدارات المعنية. وبصيروا وبعدين بيتعلموا كيف يلحقوا هالقضايا وكيف حتى كمان يشاركوا بالتخطيط لحل هالقضايا وكيف يقبلوا أو يرفضوا المشاريع المخططة يلي ما بتناسب المصلحة العامة لهالمجتمع المحلي. هي شغلة بتضيع شوي يعني منها هينة لأنه رح فسرها. لا بس هي in general عم تعملوا شيء مزبوط. نحن خليني أقول لك من بعد تجربتنا صار لنا تقريبا من تشرين من وقت ما بلشنا قبل الانتخابات وبلشنا ببلدية البديل. الوضع كتير 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 صعب بالبلد، يعني عم تحكي أنت نتاج 26 سنة
ما في سلطة عم تشتغل لمصلحة لمصلحة الناس. فأنت بدك تبلش بمحل نحن منآمن إنه كل شيء ببلش وبيخلص بالناس. فمنشان هيك نحن بدنا نشتغل على القاعدة، على الناس. الناس لازم تعرف حقها وتعرف كيف تطالب بحقها وتعرف كيف تقرر كيف تحل حقها، تحل أمور حقوقها. هاي هي بكل بساطة grass root works بكل بساطة. سو هول النموذجين اللي عم نحكي عنهم هن باي منطقه؟ اوكي، في نموذج اخذنا نموذجين بمنطقتين. في طريقه اللي نقيناه هون، في اسباب. في منطقه زقاق البلاط يلي هي في قسم مننا بيعرفها كتير كتير كتير، وفيها موزايك، فيها كل اطراف السلطه، وفيها كتير بوتنشل، وفيها كتير غير الامكانيات، فيها تنوع كتير بالنسبه للطبقات الاجتماعيه، بالنسبه للطوائف. جامعه عده طوائف، فيها جامعات ومدارس، فيها يعني كتير، فيها هيريتج، فيها ارث ثقافي. والبطركيه اذا يعني منطقه زقاق البلاط، بس خلينا نقول اول حي بتاريخ بيروت هو اللي تعمر من بعد بيروت القديمه يلي كانت جوات الاسوار. وفي بقلبه معالم تراثيه، يعني حرام في. فكله هيدا نحن خلينا نشتغل على هيدا. في الحي الثاني مرم خايل، هلا عبير بتقول لك ليه نقينا مرم خايل. تفضل عبير. اولا انا اسمي مثل ما قالت ناهدا واندري، عبير سقسو. انا مهندسه معماريه وباحثه وجزء من بيروت مدينتي وحمله الداليه. نحن بالأساس بلشنا اخترنا مرم خايل أولاً لأنه بفترة الانتخابات البلدية عملنا مساحة نقاش بمرم خايل، يعني جمعنا الناس وسكان الحي وفتحنا نقاش بالحي على شو هن أولويات الحي، شو هموم سكان الحي، وشو الطرق والسبل اللي هن فيهم يجابهوا فيها المشاكل اللي عم بيواجهوها بمرم خايل. يعني مثل كل منهجية الحي، الهدف الأساسي أنه يصير في مجموعة من سكان الحي هي فاعلة على قضاياها، هي قادرة توصل قضاياها للبلدية وقادرة تنشط فيها. لهلأ عم نلتقي بشكل أسبوعي بمرم خايل. المجموعة لهلأ معمولة من 20 شخص، هن خليط ناس من عمري وسكان الحي، بس ما صار لهم زمان بالحي، صار لهم سنتين ثلاثة أربعة، بس كمان معمولة من ناس صار لهم بالحي فوق 40 و50 سنة. وكتير بهمنا هيدا الخليط. ولهلأ صارت المجموعة محددة من وراء حكي كتير مع سكان ومجموعات مختلفة من السكان، انه بمرم خايل في ثلاث مشاكل أساسية. واحدة منهم قضية السكن. الحي صار فيه عليه موجة من التغيرات كتير كتير كبيرة وكتير سريعة. مثل ما بتعرف بآخر 10 سنين مرم خايل كتير ارتفعت أسعار العقارات، وهذا الشيء خلى الناس اللي ساكنين صار لهم كل حياتهم بهذا الحي مهددين بأنه يضطروا يتركوا الحي ويتركوا بيروت كلها بعضها. المشكلة الثانية الأساسية اللي عم بيعاني منها الحي هي التجارات القديمة. مثل ما بتعرف قبل ما يفوت على مرم خايل فوق 150 بار وباب ومعرض فني، كان في تجارات قديمة وحرفيين. هول عم يختفوا مع الوقت، وهول هن جزء أساسي من تاريخ الحي، فكيف فينا نحافظ على ما تبقى منهم؟ والجزء الثالث خصه بالحالة المأساوية اللي عم بيعيشوها السكان من وراء الصوت اللي بيطلعوا البارات. ونحن بعتقد ببار ما عم بيساهم بهاي المشكلة، بتمنى ما يكون عم بيساهم بهاي المشكلة. هيدا البار صراحة لما يمرق الدرك ويعملوا مزبوطة للعالم كله، نحن الوحيدين اللي الصوت عنا ما بيطلع فوق 80 دي بي، وبعدين مشتغلين كتير على الصوت عنا، ما بتسمعي شيء لبرا ولا بتسمعي شيء لفوق. صح، انا بنوافق على هذا. صدقيني يعني عم نعمل قد ما فينا كرمال ما نزعج حدا. ان شاء الله ما عندكم ما عندنا جيران فوق. ان شاء الله ما عندكم فالي باركينج كمان. لا لا لا، نحن ضد الفالي باركينج. ونحن بنشجع انه يتسكر الشارع وتنزل العالم مشي. وهذا الشيء كثير اساسي، لانه سكان هالمنطقه وحسب البحث الاول اللي عملناه، يعني 50% منهم عمرهم فوق 50 سنة، و70 يعني. فعنا يعني مجتمع محلي هو اصلا هش، يعني ناس صارت كبيره بالعمر مسنين. فموضوع الصوت، موضوع انه ما بقى قادرين يصفوا، موضوع كل شيء فجاه تغير كثير بسرعه بالحي، كثير عم بياثر على حياتهم. فنحن عم نفكر بهول الاجتماعات الاسبوعيه
كيف فينا نتطرق لهول المشاكل؟ ومجموعة الأحياء ما بتشتغل بمعزل عن بلدية البديل اللي حكى عنها أندري. فنحن اليوم لما عنا مشكلة بمار مخايل قادرين نحكي مع بلدية البديل ونفكر بحلول مع السكان ونرفعها للبلدية. تمام. طب هل كان أنتوا لكم علاقة بأنه الدرك يبلشوا يحطوا فاصل بالشارع وما أنتوا ما هذا مش شيء أنتوا هيدا لوحده؟ لا هيدا فجأة ظهر وصاهر بس على كم يوم السكان كلهم. لا لا عم يعملوه بعده. بعدهم؟ كل ويكند عم بينزلوا يحطوا فواصل وممنوع حدا يصفهم وكل العالم عم تصف يا بالباركينج يا بيعطوها للفلاي وعلى السريع ليك بيفلو. انا بدي اقول لك شيء، انا ماني مش هون عم بشتغل على المنطقة بس سمعت من غير منطقة انه يا ترى بيروت مدينتي ورا لانه بلشت تفتح موضوع الفلاي باركينج، يا ترى هن اللي كانوا ورا انه بلشوا الدرك يعملوا هالمبادرة ما بنعرف. هلا يمكن بس عم بيصير في مشاكل كثير وراها ونحن كثير مبسوطين انه هالشيء عم بيصير نحن كراديو بيروت لانه نحن كن دائما فاعلين هون. نحن كمان بمجموعة مار مخايل حابين نبني شبكة مع المطاعم والبارات اللي بدهم يرجعوا شيء للحي، يعني هن اجوا لهالحي لانه هالحي فيه تركيبة اجتماعية لذيذة، لانه شكله لذيذ، لانه الاجارات فيه مش كتير غالية. عزمونا جزء من من نحن موجودين. من الدور اللي فيكم تلعبوه هو انه ترجعوا تعطوا للحي. نحن صراحة شوفي عنا بنك تياب لكل العالم المعتازة ورا، قلنا سنتين نوزع تياب على العالم وقدمنا للبلدية إذا فيكم أنتم تساعدونا بكون ممنونكم، قدمنا للبلدية طلب أنه بدنا نخفف سيارات قدامنا وبدنا نحط مثل شيء أنه ما حدا يقدر يصف قدامنا ونعمل مثل شبكة يحطوا عليها البسكليتات. نحن نشجع العالم ما يصفوا هون، ما يستعملوا سياراتهم، ينزلوا مشي، بس ما في محل واحد يحط بسكليته. أنا كنت أنزل البسكليت قطشوا لي الجنزير وكبوا لي إياها البسكليت على الطريق. إنه هيدا إكزامبل، فنحن عم نعمل قد ما فينا. الصوت ما بيطلع لبرا، دائما الدرك بيقطعونا الله يخليهم، خليهم بهالهمة يعني، بس عم نعمل قد ما فينا إنه نكون على قرب من العالم مش بعاد عن العالم الساكنين هون. بعتقد الفكرة الأساسية هون إنه ضروري وأساسي إنه البلدية بشكل عام وبيروت خصوصا لأنه هي عاصمة لبنان يكون عندها تصور لتحسين التنقل بالمدينة، والتنقل له علاقة بالتخطيط مش بس بموضوع المواقف، بموضوع المشاد، بموضوع الأرصفه، بموضوع استعمال السيارات أو الدراجات الهوائية يلي هي كمان متصلة بموضوع التلوث، بموضوع التنظيم المدني، يعني كيف ما نبني حتى أبنية وكيف ما نحدد عامل الاستثمار وكيف ما كمان نقدر نستشف ونستبق حركة السكان وحركة المركبات. يعني الأمور كلها مترابطة ومتعلقة ببعض ونحن وقت مأخرين كتير بموضوع التنظيم، بموضوع النظرة للمدينة. يعني بيروت كبرت كتير بسرعة وتضخمت وزاد عدد سكانها، ودائما منصب مجلس بلدية بيروت والمحافظة تاريخيا كانوا مناصب وبعدهم مناصب المطورين العقاريين وأصحاب الشركات الضخمة والكبيرة كتير بيرغبوها وكان لهم مصلحة بسموها بالإنجليزي vested interest انه يكون عندهم قنوات مباشرة لو حتى يكون عندهم تحكم فيها. هيدا اذا منتطلع على تاريخ المجالس بيروت وموقع المحافظة من 70 سنة لليوم، بيروت سلة من دون مخطط توجيهي من سنة 54. واو. وبيروت 54 منا بيروت اليوم بقى، نحن كتير مأخرين وهيدا الإجراءات جيدة وممتازة بس منا يكون عنا تصور، وهيدا الشيء اللي بيروت مدينتي عم تشتغل له. طيب عندي كذا سؤال لحضرتك. أول شيء، هل عنا أي فكرة كم سيارة عم تدخل على البلد بالشهر؟ بعتقد 1,000,000 أو 1.1 مليون يومياً. مليون يومياً؟ إيه، فبعتقد تضربهم أو 800,000. فينا نتأكد من المعلومة بس أوكي. أكيد في حوالي في كم هائل من السيارات. عم نحكي ثلث يمكن المركبات بلبنان عم تظهر وتفوت على بيروت يوميا، يلي هي حركة هائلة
وما في بديل للسيارة، يعني حتى شخص إذا بده يختار ما يمشي على السيارة، إذا بده يطلع على الرصيف ما في يمشي على الرصيف، ما في يعني في عنا مشاكل كبيرة. طيب هالسيارات اللي عم بيفوتوا 800,000، في منهم عم ينبيع لبرا ولا كله بيبقى هون؟ هول في شيء إحصاءات بنعرفها؟ السبب عم بسأله لأنه دائما بتطلع بليك إنه ما معقول قد ايه في سيارات عم تفوت، وين عم بيروحوا فيهم وكيف عم يفكروا؟ ما بعتقد حدا عم بيفكر بهالشيء، بس هل في شيء حل؟ إنه باليابان مرة كنت عم بقرا إنه عملوا إنه شيء إذا معك سيارة بتبلش برقم ايفن أما اود، هذا حل جربوه بلبنان بالسبعينات وما زبط. ما زبط. خلينا نقول انه بيروت كمان او لبنان بنحب كتير نفكر بخصوصيتنا. في بكولومبيا في رئيس بلدية حط على برنامجه الانتخابي انه بده ينقل عاصمة كولومبيا اللي هي بوغوتا من عاصمة مرتكزة على السيارة لعاصمة بتكرس التنقل بطرق بديلة. وهيدا مثل موجود وبلش من 10 سنين لليوم وأثبت نجاحه. فكان كل الناس ببوغوتا وتسمع رئيس البلدية عم بقول نحن رح نتخلص من السيارات، رح يصير نعتمد على الـ على الـ على المشي وعلى الدراجات الهوائية. صار في خطة مشي فيها ونجحت. هلا أكيد كل بلد له خصوصيته، بس نحن شو ناقصنا؟ إنه نرجع نفكر بخطة شاملة للتنقل، وأكيد بالتخطيط المدينة بالتخطيط الحضري. بالنهاية بيروت هي فيها 0.8 متر مربع مساحات خضراء بير كابيتا بالعالم، اللي هي 10 أضعاف أقل من المعدل اللي حطته المنظمة العالمية للصحة. بالتالي هي مدينة غير صحية وما بتشجع الشخص انه يعني ما بتخلي يكون في لايف ستايل سليم او صحي ابدا. هل انتوا اتصال مع الاركيتكتس؟ لانه بعرف انه عندهم لوز كثير ما بتسمح لهم يعملوا مساحات خضراء، اما هن شوي رجعيين بالتفكير. جاي لبيروت مدينتي هن من المهندسين، وهيدا من الحمله الانتخابيه لليوم. بعتقد اكثر مهنه ممثله ببيروت مدينتي بالهيئه العموميه وبالفولنتيز ببيروت مدينتي هن من الاركيتكتس. وبهالمناسبه انا حابب اقول انه اعضاء ببيروت مدينتي وبيروت مدينتي ككل هي مشاركه بحمله بالانتخابات النقابيه لنقابه المهندسين. الحمله تحت اسم نقابتي، ومرشحه جاد ثابت، المهندس جاد ثابت لرئاسه النقابه. والعمل بلش والمجموعات هي عم نجندها وعم ننظمها، وقريبا رح يصير في اطلاق لهالحمله. طب ممتاز، فينا نعرف شوي عن شو جاد ثابت، شو مشروعه، يعني على اي اساس حيفوت على هالمعركه الانتخابيه؟ لانه اكيد حتكون تعرف ريبال مثل كل الانتخابات النقابيه، انتخابات نقابة المهندسين كمان محزبة ومسيسة، وتحت دائما بتجي تحت راية المحاصصة أي طرف 8 أو 14 شو رح ياخد النقابة، مع أكيد التقسيم الطائفي. مثل ما بيروت مدينة عودتنا بالانتخابات البلدية، رح تكون الانتخابات على أساس برنامج وعلى أساس سياسي بالمعنى النبيل للسياسي، بمعنى تغيير النهج وطريقة التعاطي بالنقابة بالحوكمة أو بالسلطة، مفهوم السلطة ومفهوم ممارسة النفوذ ضمن النقابة. فانطلاقا من هالشي حملة نقابتي كمان هي رح تطرح بوقتها برنامج انتخابي مع شخصيات كمان بتعكس هيدا النفس الجديد، و مع مقاربة جديدة يلي هي منا مبنية على الاتفاقات الطائفية أو على المحاصصة أو على الأحزاب. وبنتمنى أنه كل مهندسين يلي ما معودين يصوتوا لأنه بيفكروا أنه صوتهم ما حيأثر ينزلوا يصوتوا. بركي منحكي مع المهندسين اللي بعده متخرجين، مش يمكن أكيد أكيد لازم. هون في زيد معلومة إنه عادة المنتسبين لنقابة المهندسين فرع بيروت، يعني كل لبنان باستثناء الشمال،
هن تقريبا 45,000 مهندس ومهندسة. أكتر مرة صار في تصويت وصل لعشر تلاف حدا. فحملة نقابتي مستندة وبدها توصل للي عادة ما بيصوتوا, وهيدا هدفنا الأساسي. ونعمل برنامج, ايه نعمل برنامج ما فينا نحكي عنه بس. لا فينا, فينا نحكي عنه أكيد. أول شيء بدي أوضح إنه حملة نقابتي للمهندسة والمهندس مشارك فيها كتير عالم, جزء منهم بيروح مدينتي وجزء منهم مهندسين ومهندسات كتار مستقلين, وكمان أكيد مش محصورة ببيروت. يعني عم نوصل لمهندسين بالجنوب, بالجبل, بالبقاع وغيرهم. البرنامج مكون من ثلاث نقاط أساسية. واحدة منها أنه النقابة قادرة تلعب دور كتير فاعل بالشأن العام. يعني مثلا نقيب المهندسين هو عضو بالمجلس الأعلى للتنظيم المدني. هذا المجلس هو يلي بيطلع كل القرارات الاستثنائية يلي بتسمح انه يطلع ابراج, هي اللي بتسمح لشيء مثل اللي عم يتعمر هلا على الرمل البيضاء, هو اللي فيه يغير قانون البناء وكتير اشياء من اللي عم نعاني منها بحياتنا بالمدينة. النقابة قادرة تلعب دور كتير فاعل فيها, واليوم ما عم تلعبه, وصار لعشرين سنة ما عم تلعبه. شيء تاني بالبرنامج خاصه بداخلية النقابة. اليوم النقابة السلطة كلها بإيد النقيب, ما في كتير ديمقراطية بالنقابة, والهيكلية الداخلية كتير صعب لأي حدا يقدر يوصل الصوت فيها. فجزء من برنامجنا هو كمان لتعديل هذا الأمور الداخلية. والشق الثالث والأساسي هو حقوق المهندسين والمهندسات. اليوم الجامعات عم تخرج عدد كبير ما عم بلاقي شغل, اليوم رسوم الدخول للنقابة عاليين, اليوم الشركات الهندسية الكبيرة هي اللي مهيمنة على الساحة, والمهندسين والمهندسات اللي ما عندهم كتير فرص ما عم يقدروا يعملوا شيء. فكمان جزء من أساس من البرنامج هو اقتراحات كتير عملية ومباشرة لهذا الموضوع. ممتاز. حاسس إنه كل المشاكل اللي عنا إياها بالبلد في حدا من عندكم من بيروت مدينتي حاطت عين عليها, ما هيك؟ بدي أقول أنا أنه ببلدية البديل زيد على أندري, لأنه أندري بلدية البديل, بس مساقب لأنه أنا بشتغل باثنين تاسك فورس. بلدية البديل مكونة من عدة تاسك فورس, يعني عدة مجموعات عم تشتغل بشكل طارئ بحالة طارئة, يلي هي مراقبة ومواكبة كل شيء بيصدر عن البلدية. ففي عنا بلشنا دغري بقصة الشط, مشاكل الشط. نحكي عن الشط إذا بدك. أوكي, بمشاكل الشط أول شيء بلش أنه مشروع الإيدن روك, عم بحكي عن مشروع يلي هو بلشنا من خلاله. مشروع الإيدن روك مشروع مخالف للقوانين. لما بتتقدم رخصته, محافظ بيروت بيقوم طبعا تحت ضغط المجتمع المدني بيقوم بجمد الأشغال عليه لأنه في كتير مخالفات قانونية. بعد 3 أشهر بيرجع ما بتتوضح المخالفات القانونية وبيرجع بيعطي الترخيص. منروح أول شيء نحنا بنعمله, منروح طبعاً نحنا دغري شيء المجلس البلدي انتخب, نزلنا لعنده بكل روح رياضية, قلنا له نحنا هون بدنا نتعاون, بس بدنا نعرف أول ما نتعاون مواقفكم من الأشياء يلي عم بتصير, من المشاريع يلي المجلس القديم عملها, من المستشفى الميدان العسكري بحرش بيروت. في ثلاث مباني عم ينعملوا, الملعب بلدي بقلب حرش بيروت ما بعرف قد ايه حيكلف, بقلب منطقه نان ايديفيكاندي زون, يعني هي اول محميه من سنه 1942 ممنوع يدقوا مسمار فيها. نزلنا لعندهم قلنا لهم بليز قولوا لنا موقفكم, انتوا هلا جيتوا فيكم توقفوا يلي اسلافكم عملوه, نحن بدنا نعرف انتو قلتوا بيروت مدينة خضرة وفرزة من المصدر بالنسبة للزبالة, صرنا عم نسمع تفكك حراري ومحارق, بليز بدنا نعرف عن هاي, بدنا نعرف عن موقفكن عن الإيدن روك, على التعديات على الأملاك العامة البحرية يلي بتناقض كل القوانين. بدنا نعرف كمان, بدنا الشفافية, بدنا نعرف أموال كيف البلدية. كيف كان تقبلون؟ أكيد بأول اجتماع, وبعدين قلنا بلشنا نفتح ملف رحنا لعنده.
ايه نكمل بس عم بعطيك سوري. ايه لا ولا يهمك اكيد. عن موضوع الشفافيه والمشاركه وموضوع النفايات اللي كمان اتطرقتي له. اولا لازم الناس تعرف انه موازنه بلديه بيروت لسنه 2017 صدرت من 10 ايام من 11 يوم. وللناس اللي ما بيعرف الموازنة هي وثيقة هي تخطيط مالي للسنة الجاية للسنة المقبلة بتعدها الهيئات العامة اللي هي عندها بتستعمل مال عام لتستشرف كيف بدها تصرف الأموال بالسنة الجاية. فسنة 2017 مفروض تصدر الموازنة تبعيتها بسنة 2016، انما اكيد لانه القوانين اللبنانيه هي فيها ثغرات وبتسمح دائما للهيئات انه تتملص من هالمسؤوليه، صدرت الموازنه لهالسنه بشهر شباط من جهه، علما انه بلديه بيروت ما اعلنت عن هالشيء. يعني على ويب سايت بلديه بيروت القرارات يلي معلنه هي قرارات اخر بعتقد اخر خبر نحط عن القرارات الصادرة عن المجلس كانت بديسمبر السنة الماضية، وما تم كشف لها الموازنة لحديت هلأ. بعتقد بالأيام الجاية رح نقدر نحصل على نسخة. فإذا في ادعاء موجود بالمجلس الجديد إنه نحن مجلس شفاف، بعد لحديت هلأ ما شفنا بما فيه الكفاية، ما شفنا شفافية كافية. الموضوع الثاني هو المشاركة. صحيح انه رئيس مجلس بلدية بيروت هو بينظم اجتماعات مفتوحة كل يوم خميس بعد الظهر، انما هيدي لا تعتبر اجتماعات مفتوحة عامة للناس كلها تفوت جماعيا تجتمع برئيس المجلس. يعني احنا ما فيني هلا انا ما فيني فوت على بلا فيك، بس الاجتماعات او الاستقبال شبه فردي، يعني فينا نفوت مجموعات محصورة شخص او شخصين او ثلاثة او اربعة او خمسة، بس منه اجتماع عام، يعني مجموعة من الناس كلهم بيتشاوروا وبيتناقشوا مع رئيس المجلس البلدية. وأصلا علامة الاستفهام هو ليش فقط ما نحصرها بشخص رئيس مجلس بلدية والأعضاء الأعضاء الباقيين ليش كمان ما قالون صوت؟ فدايما عم بتكون المشاركة والشفافية ناقصين بمحل من المحلات. هذا الشيء نحن دايما ندعي أنه افتحوا الباب، فرجونا كل اللي عندكم، إذا فعلا في حسن استعمال لمالنا للمصاري والرسوم اللي نحن منسددها ومندفعها كل سنة، ليش هالتخوف؟ طيب طيب إذا عنا هالعقبة مثلا قدامنا أنه كيف نشيلها مثلا، فينا نلحقها بطريقة يكون في عنا محامية تقدر تلحقهم؟ أنه صح، أولا من 5 أيام أقر قانون حق الحصول إلى المعلومات وتصدر بالجريدة الرسمية وصار نافذ. أوكي. وهذا القانون بيعطي الحق لحال لشخص الحصول على وثيقة صادرة عن هيئة عامة، عن مؤسسة عامة، عن الدوائر الرسمية. وهذا الشيء بيتضمن موازنات، قطع حساب، قرارات، مناقصات. أوكي. تمام. يعني هلا. يعني هلا نحن فتحنا صفحة جديدة. وبدعي كل كل الناس، كل الجمعيات، كل المنظمات يلي بهمها هالموضوع، مش ببيروت وبغير بلديات، وحتى حيلا شخص حابب ياخذ معلومات عن الاشخاص اللي عم ينتخبهم. شو الطريقه يعني اللي فينا نحصل عليها؟ هل هو في ويب سايت ولا بدنا نفوت ب معارك حتى نقدر نحصل؟ ولا اتس ايزي يعني الاليه سهله نسبيا. لازم يتقدم بطلب خطي او حتى شفهي حسب الاحيان قدام الاداره المعنيه ويحدد شو هي الوثيقه اللي هو طالبها، وفي مهله 15 يوم لهالاداره تقدر تامن له الوثيقه المطلوبه. واذا ما امنتها في يشتكي او يطعن بالقرار عدم تامين هالوثيقه، او اذا ما امنت له بيشتكي امام مجلس شورى الدوله. اوكي. القضاء الاداري. طيب فيني بس كفي عن بليز عن الرمل البيضة والنفايات. فعملنا اللي علينا، درسنا ملف الرمل البيضة، اوكي، وجبنا كل المستندات القانونية وصحف عقارية، وطبعا عندنا شركة كل اللي عم يشتغلوا على هذا الموضوع. ناس صار لهم 25 سنة عم يشتغلوا، وعم نجتمع كنا اجتماعات دورية فوق 30 مجموعة،
وطلعنا بملف الرخصة اللي رجع أعطاها المحافظ في 14 مخالفة قانونية أساسية أخذنا لهم هني ورحنا حطيناهم عندهم وقالوا لنا ارفعوا دعاوي ارفعوا دعاوي قالوا لنا هلأ في نحن عنا شركة رافعين دعاوي لهلأ صارت 3 دعاوي وماشي الشغل وشفنا كل الإدارات المعنية يعني شفنا كل الوزارات اللي خاصة بمشروع بقصة شط بيروت وكل واحد كل واحد بيتنصل من مهماته ومن مسؤولياته بخصوص هيدي الأزمة الكبيرة أزمة النفايات أزمة كمان بيطلعوا مرسوم وبيطلع مجلس الوزراء انه بلدية بيروت بدها تنفصل عن بخطتها عن جبل لبنان وبدها تعتمد المحارق لبيروت رحنا لعندهم وقدمنا لهم قلنا لهم كل شيء دراسات واخذنا معنا مستشارين اختصاصيين بالمحارق وبالانبعاثات الغازات السامه ورحنا لعندهم وقلنا لهم بند نقطه نقطه شو مدار المحارق كانوا كتار من اعضاء المجلس البلدي قاعد وكنا نحن والاختصاصيين تعولنا والاختصاصيين تعولن بيخلص بالاخير انه بس عم نقول لهم بليز بس جمدون ليكون عندكم دراسة طلبنا الخطة تاعتهم ما في خطة عم يطلعوا مرسوم ما في خطة ما في جدوى اقتصادية ما في دراسة للأثر البيئي ما بنعرف كم طن بالنهار هيدا المعمل وين بده ينحط بيقولوا لنا بدكم تتعاونوا معنا تعوا خلينا نشغل سوا المحارق يعني الشباب فاتحين دكانة انه يلا بزنس يا شباب هيك هيك بحس انه ما بعتقد حدا فكر بدماغه انه هالمحرقة شو حتعمل بالبلد لا في قوانين فيكن تجبروا نحن بنعرف نعمل محارق الدنمارك بيقولوا لك الدنمارك والمانيا الدنمارك عالم اول يا جماعة نحن المحارق عنا طلع محرقة دهور الشوير نحن شركة معامل الاسمنت ما فيهم فلاتر بس هيدا ما بيعمل ديوكسين وما بيعمل انبعاثات سامة خطيرة جدا طب وين وصلنا بهالملف هلأ بكل بساطة تعوا تعاونوا معنا نحن بالأخير هلأ عملنا بيتيشن عم نبلش بمعامل مؤسساتي وعم ندرس كل الجدوى الاقتصادية وعنا حلول بديلة بيقول لك تعطيني حل بديل عم نشوف كل المعنيين من كل الوزراء المعنيين شفناه هون وفي ناس كتير معنا يعني رحنا عند ميشيل فرعون أكيد ما بده محرقة لأنه عنده محرقة إذا حطوها بالكارانتينا الهواء كله لعنده يعني ايه ورحنا ايه والوزراء كلهم هلا التنميه أوكي. الاجتماعيه وما بعرف شو عم ننسق حتى مع نقابه الاطباء يلي هن عن جد معنا Excellent. وعم ننسق كمان مع الجامعات لانه وعم نعمل توعيه للعالم عم نعمل توعيه للعالم تمام فينا نسمي بالاسماء ميل مع المحارق مثلا بما انه في كثير عالم مش مع المحارق حتى نحط النقط على الحروف كل السلطه مع المحارق لانه هن كلهم جايبين المحارق كلهم مشروع محارق طيب اوكي بعتقد حسب القرارات الموجوده مجلس بلديه بيروت اخذ قرار بهالاتجاه بس بعد القصه منا محسومه تماما من ناحيه مجلس الوزراء او المحافظ ما بعتقد بعد الامر محسوم بس مجلس بلديه بيروت اخذ قرار بهالاتجاه لحديت هلا طيب عندي سؤال شوي same direction بس أنا كيف لهلأ ما فيني حط الزبالة تبعيتي قدام الباب فارزة بلاستيك جلاس اتسترا حدا يجي يشيلهم معنا حدا هون نوجه له تحية جوسلين كادي من ريسايكل لبنان هي كتير عم تشتغل على المواضيع حتى بالحي هون كان في بيروت ريسايكل بيروت بعتقد كمان جربوا بس ما بعرف بعتقد البلان تبعيتهم ما كانت بس كيف انا هلا كحدا عم يدفع تاكسس ببيروت بمربخايل وبيمونو وكذا كيف انه ما بقدر حط هالكيس قدام الباب وتيجي البلديه تاخذهم تعرف شو تعمل فيهم مربخايل ديستريكت لا هي من موضوع بلدية منا متعلقة بحي أو بليش منا متعلقة بمربخايل أو غير مربخايل النظام كانت موضوع النفايات كان التعاطي معه فقط كيف منا ننفع شركات معينة أوكي. فقط كيف منا نلم وما نطمر هالنفايات ما كان في تصور أكتر من هيك كيف أوكي. فينا ننتج طاقة من هالنفايات كيف فينا نفرزها كيف فينا نعيد تدويرها بطريقة الناس
كان فقط انه في نفايات بنتخلص منها وبنطمر جزء منها واللي فينا نستفيد فيه بنستفيد فيه. هلا الطرح الحل المطروح مبني على حرق النفايات اللي هو بحاجة لأكبر كم ممكن من النفايات لحرقها، يعني المحرقة تكون مستدامة تما توقف، منا دائما نغذيها بنفايات يلي هو منو حل بيشجع على الفرز ولا حل بيشجع على التدوير، بغض النظر انه منو حل بيئي مستدام حتى ولا اقتصادي مستدام. حتى كل الدراسات بتقول انه نحن نفاياتنا ما بتنتج طاقة. فبالتالي نحن حنحرق بملايين الدولارات وحننتج 20% من حجم النفايات المحروقة غازات سامة. بالدنمارك ما عندهم المطامر لها، بيصدروها على النرويج. نحن عم شو بيعملوا بالنرويج فيها هيدي هلا بيصبوها بباطون وبيحطوها بصحاري بانتظار بركي بيطلع بالمستقبل حلول لها. يعني ما فينا نحن نقدر نستعمل هالنفايات البلاستيك، نقدر نستعملها بالبناء مثلا، اما بهالطرق انه بدل ما نجيب محرقه بنجيب مصنع، بنعمل مصنع بيقدر في 35 مصنع بلبنان عايشين على النفايات. وبس خليني اقول لك في مبادره انعملت، نحن عندنا شركاء بادروا بالمدينه، ما بدي اقول كلهم، بيقولوا انه بالارياف عم نعرف نفرز، بالمدينه بفيردان شارع فيردان في 2 ستات عملوا مجموعتين، واحدة مجموعة raising awareness والمجموعة الثانية بتلم النفايات اللي recyclable يلي للتدوير. ممتاز. عملوا من طلاب، جابوا طلاب 30 طالب، عملوا على 3 شهور raising awareness door to door مع العالم، بدك انت توعي العالم، ومشيوا بلم النفايات للتدوير. طبعا بس ناقصهم authority، ناقصهم سلطة. المشكل عندهم انه يلي وعاملين monitoring، على فكرة مجموعه بتعمل مونيتورينج، ما بيلموا غير من البيت لانه من قدام البيت بدهم يعرفوا مين اللي عم بيفرز باي طريقه. صح. وبكل بساطه وتهذيب واخلاق وبكل روح رياضيه بيقعدوا معهم وبيقولوا لهم كيف. أوكي. وعم يتعاملوا مع لجان البنايات ومع النواطير، الناطور بيعطوه انسنتيفز بيطلع بلمون. اوكي. وفي الشركة التانية بتجي بتجيب كاميون وبتاخدهم وبتفرز بالدكوانه وبتبعت كله للمعامل. هذا سؤال التالي كان عمل تغطى كل فيردان 30 بناية الهاوس هولد، والمرحلة التانية عملوها بمي سنة الماضي وعملوها، والمطاعم والمحلات كلياتها عم تفرز. هلا انتو عم تراقبوا هالشي بعده ماشي؟ نحن هني شركائنا هول، يعني منشوف في مبادرات كتير عم بتلم من البيوت، وفي كتير ناس عم تفرز. أنا عم بفرز ببيتي. أوكي. أنا عم جرب أفرز، مش عم لقي حدا ياخدهم صراحة. جربت هون بمرم خايل، جمعت البارات كلهم، قلت لهم في هالشخص بده يجي يلم الأزاز، بعدين هالشخص بطل يجي. يعني جربنا قد ما فينا. ما بعرف التنسيق بين كل هالمبادرات الفردية، هي السلطة المنتخبة مسؤوليتها الأولى هي أنه تنسق بين كل هالمبادرات الفردية. بقى هذا الشيء كتير منيح، بس والجمعيات عم تشتغل على الأرض وفي مواطنين هن عم يفرزوا، بس إذا ما في بنية تحتية بتشجع على هالشيء، طبيعي أنه ما يكمل، أنه واحد يبلش يفرز وبعدين يوقف. يلي بضحك أندري، اللي بضحك الملفت أنه بلدية بيروت بخطتها في فرز من المصدر على 4.5 سنين، لكانوا اجوا المحارق. طب اذا عارفين نفرز نحنا، ليه بدنا نحرق؟ مين بده يدفع حق الحرق؟ تعرف شو الخطة حق الحرق؟ الخطة القديمة بتاعت الانماء والاعمار، انه انت وانا وهي وهو ندفعهم على كل وطاج بناخده من شركة الكهرباء، بناخده الكهرباء لبيوتنا. هيدي ما عم نحكي عن ما بنعرف نراقب. بدهم المحارق، بدهم اكسباتريت، بدهم خبرات جدا مزبوط. نحن حنطلع كهرباء كفاية حتى نقدر نستعملها، ما حنطلع توكسينز اكتر من الكهرباء. بدها مراقبة على 24/24، بدها ما توقف. بدها لابوراتوار حتى بالجامعة الامريكية ما عنا هني لنفحص اللي عم يطلعوا منا. يعني ما فيني خبرك من هلأ لبكرة المخاطر تاعتها. أوكي. ومصرين محارق. طيب. لأنه بس لأقول ليش محارق مصاري 400 مليون دولار على المحرقة، معناتها قدي طلع لهم لقلهم. يعني طيب عليك. كيف فينا في شغلتين أنا هلأ بما أنه عم نحكي عن محارق وهول شغلة كتير خطيرة، وبعدين عم نحكي عن الريسايكلينج،
هل فيكم تحطوا على الويب سايت تبعكم اول شيء انه شو الفورميلا اللي كانوا عم يتبعوها بفيردان؟ بركي فينا نتبعها هون بمارم خايل بمنوب هالمناطق كلها. فورميلا معناتها شو اللي عم يندفع لحتى العالم تلم؟ يعني ما بيندفع ولا فرانك. واول مره نشحت هن في تو فيزز. اول فيزز نشحت لانه نزلوا عند محافظ بيروت بظل المجلس البلدي القديم. المحافظ عطاهم اوراق حطوها على البنايات, صار في سلطه للناس. الناس بدك قانون. طيب وهلا فينا نعمل هالشيء؟ نزلوا على المجلس البلدي هلا هن زيتهم للمجلس البلدي الجديد, قالوا لهم بليز بدنا سلطه لانه في ناس ما عم تسمع لنا. قال لهم سوري ما فيني اعطيكم. ما هلا ايه هلا كانت احسن قبل, كانت احسن قبل لانه انت بدنا نعطي تحفيز للعالم, بدنا نعمل قوانين للناس لحتى تمشي. هالشيء لازم ينزاع انه مجلس وين المجلس البلدي, مجلس البلدي مش عم يعطينا سلطه. هالشيء لازم العالم تعرف فيه بعتقد. مش مزبوط هالشيء؟ ايه ما بس ليك خليني اقول لك, نحن ما بدنا النق. يعني الناس عارفه ربها من النق. ليك شو منضوي بطريقه بدنا نعطي البديل. نحن عم نضوي على طريقه وعم نشبك مع الناس وعم اقول لك هلا عم نشوف عم نفتش على ناس عن جد ضد المحارق. ونحن عندنا خطه, عاملين خطه للمواجهه ومواجهه بناءه, مش انه جمدوه بس وفرجونا خطتكم. خلينا نحكي ارقام كلفتها, شو كيف بدنا نديرها, مين بده يديرها, وين باي ارض بدنا نحطها. قلنا حق هي مصرياتنا نحن عم ندفع, قلنا حق نعرف شو عم تعملوا بالمصاري واذا هالشي بيفيد البلد ولا لا. صحتنا كمان. صحتنا اكيد 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 100%. نحن انا اليوم بس لاقول لك نحن عم نعطي, بعدني جاي من صفي. ايه الصف اللي عم بعطيه عن انفي. اذا بقول لك من انفي المنطقه كل الجوار يلي حد ما عمل شكه بالدراسات كلهم عندهم كانسر. هيدا ما عم نحكي عن فلاتر, ما عم نحكي عن محرقة نفايات, عم نحكي عن معمل ما عنده فلاتر. نحن بنعرف نجيب فلاتر انه ايه اوكي ان شاء الله. يا ريت نحن مثل الدنمارك. انا من الشمال, هيدي شغله قديمه وكل العالم بتعاني منها. ثلاث ارباع العالم هونيك عندهم كانسر. شيء مزبوط, شكه وانفه لحد انفه لورا. الله يساعدنا. طيب خلينا نتعاون سوا كراديو بيروت بالقليله وبيروت مدينتي. الابديتس الكتير مهمه مثل هول, يعني صراحه انا بيهمني اعرف انه رئيس البلديه مش عم يعطينا اوثوريتي لحتى انا افرز مزبوط, حتى حدا يجي يلم لي هالزباله. وما بدي ادفع هو, لانه بالنهايه هو حيستفيد منه, حدا حياخذها ويستفيد منه. مزبوط, مش هيدا اللي عم يصير. لك بدي اسالك شو ناقصها لحكان البلديات كلياتها اخدين منها, لانه المجلس الانماء والاعمار واخدين منها صلاحياتها باداره النفايات. كلنا بنعرف كانت البلديه حراسه وكناسه. مزبوط. صار لهم ما بعرف من قد ايه, من 97 اخدين منهم صلاحياتهم. بهالوقت المجالس البلديه ليه ما عملت اويرنس للناس؟ ليه ما نشرت وعي الفرز من المصدر وتقليل النفايات؟ ليه ما عملنا القوانين يلي بنقول يلي بنفرض على المصانع والمعامل والدليفري الباكجينج كلياته؟ شو بده قانون؟ هلا ينزل قانون على الباكجينج؟ هلا كنا من زمان, كنت صغير نرد البيره. مزبوط. صندوق البيره نرده للبيره. مزبوط. الكولا نرده ندفع عليها قروش ونرد له اياها للدكانه. ناخذ القروش. وين كنا وين صرنا؟ ما بدها شيء, بدها اراده. وبدك اراده سياسيه يكون عن جد بدها تشتغل لمصلحه المواطن مش لمصلحه المصالح الخاصه. مليون بالمية. ما بعرف اذا عندكم شيء تزيدوه بعد لانه قلنا كثير. حنرجع نعمل هالسيشن من جديد وناخذ ابديت منكم على البروسيس, القصص اللي عم تصير هلا. بدي اشكركم كثير 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 على وقتكم. وهالشيء هالسيشن اللي عم تسمعوها لمستمعينا حتكون اركايفد على يوتيوب وعلى الويب سايت تبعنا. ميرسي انكم سمعتونا. بتشكركم كثير على المقابله ومنشوفكم قريبا. Thank you, Andre. Thanks, Nahida. Well, thank you, Abir. Thank you. يعطيكم العافية. Thank you. Ladies and gentlemen, you've been listening to Radio Beirut. تستمعون على راديو بيروت من لبنان, وهذه كانت مقابلة مع بيروت مدينتي. شكرا لاستماعكم. No respect.
تقول.